تفضل أخونا الشيخ يوسف بملاحظاته. ربي يبارك فيك إن شاء الله. قبل أن أقدم ملاحظاتي للطلبة، أود أن أقدم جملة من الملاحظات بالنسبة لمعايير التقييم في مادة الصوت والأداء النغمي. طبعا للصوت والأداء النغمي أهمية لا تقل عن أهمية أحكام التجويد، فقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبي موسى الأشعري وقال: لقد أوتيت مزمار من مزامير آل داود. وكذلك قال: زينوا القرآن بأصواتكم. وقال أيضا: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. وبرنامج تاج القرآن الكريم لم يهمل علم النغم، فجعل له نصيبا في تقييم التلاوات. أرجو من الله أن يوفقنا لإعطاء كل ذي حق حقه في الجانب الصوتي والنغمي التلاوة. بالنسبة للمعايير، طبعا خلو الصوت من العيوب، صفاؤه، جماله، استخدامه للزخارف والعرب، توظيف النغمات، سير العمل بين المقامات، حسن اختيارها، ثراؤها، تنوعها، وجانب التعبير والتصوير له الحظ الأكبر بطبيعة الحال، مع حسن الاستهلال والقفلات. بالنسبة للمتنافسين الذين استمعنا إليهم قبل قليل، أبدأ بابن عيسى جنوني من تيارت. صوت عذب وندي، جميل ثري من بالزخارف، خال تماما من عيوب الصوت. قرأت من نغمة البياتي وأجدت التعبير منها. صياغك النغمية كانت جميلة معبرة خاشعة. انتقالك لنغمة الصبا كان سليما، ثم نغمة الرست. من أهم الأمور في التلاوة أيضا كما ذكرت قبل قليل حسن الاستهلال والقفلات، وتلاوتك كان لم تخلو من هذه الجماليات، لكن حبذا لو قرأت بسرعة أبطأ، فقد قرأت بمرتبة التحقيق القريبة من مرتبة التدوير، مع أنك مؤهل للقراءة بمرتبة التحقيق. ما أعذب صوتك، حاول أن تتأنى أكثر في تلاوتك لنستمتع به أكثر. بالنسبة للمتنافس عبد المالك جماع من ولاية بشار، صوت جميل، إمكانية صوتية لا بأس بها. قرأت من نغمة الهزام، وكانت النغمة الوحيدة التي قرأت بها تقريبا، ولكنك أحسنت التعبير من هذه النغمة. صيغ نغمية كانت جميلة وتدرجت في الطبقات، لكن لاحظت عليك أن نسبة من صوتك تخرج من الأنف، وسبب ذلك هو عدم فتح الفم كفاية تتناسب ومخرج صوتك، كما أن صوتك فيه ارتخاء، حاول أن تحسن من ذلك. كان أداؤك أيضا سريعا نوعا ما، حبذا لو تأنيت أكثر فتلاوتك تصلح أكثر للصلوات الجهرية أو تلاوة القرآن، وأنت بين حضور متعطش للاستماع إلى القرآن الكريم بأصوات حسنة. بالنسبة للمتنافسة مريم أعراب من ولاية عنابة، صوت ندي وإمكانية صوتية جيدة. قرأت من نغمة البياتي وأحسنت الانتقال إلى نغمة الحجاز، فالصبا، فالبياتي شوري. استخدامك لهذه النغمات كان مناسبا جدا لمعاني الآية الكريمة، بركت على ذلك، لكن لاحظت عليك أن نسبة من صوتك، وهذا الأمر معيب في الأصوات، نسبة من صوتك تخرج من الأنف، حاول أن تتجنب ذلك، لأن صفاء الصوت وجماله منوط بتلافي مثل هذه العيوب. حاول أيضا توزيع نفسك بشكل أفضل، لاحظت عليك صعوبة في النفس. صياغ النغمية جميلة واستخدام جيد لمناطق الصوت، بركتي مريم. بالنسبة للمتنفسة عبد الله وفاطمة الزهراء من البليدة، صوت جميل وإمكانية صوتية لا بأس بها، وصياغ نغمية بسيطة لكنها جميلة. قرأت من نغمة البياتي وأحيانا الكردي، لكن كانت الملامح الصوتية أو الملامح النغمية عفوا للصيغ النغمية كانت تغيب أحيانا عن الأسماع. حاولي أن تكوني دقيقة أكثر في إتيانك بالدرجات الصوتية حتى تسلمي من الوقوع في النشاز. حاولي أيضا الأداء بمختلف طبقاتك الصوتية. بارك الله فيك.